معايا عبر الهاتف الآن كابتن حمد إبراهيم. يا كابتن حمد مشرف ومنور، دايما سعيد بتواجدك معايا. حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك يا حبيبي، وحشني جدا. وانت وحشني جدا كالعادة. ألف مليون مبروك، النهارده كان فوز مهم جدا للإسماعيلي. والله الحمد لله يا كريم، بحمد ربنا بشكر ربنا، يعني أداء جيد جدا للعيبة، يعني تكملة لعدد المباريات الأخيرة، يعني الحمد لله أداء ثابت والنتيجة إيجابية، وده كان حاجة مهمة جدا النهاردة مع فرقة من الفرق كويسة جدا في الدوري، وعاملة أداء كويس جدا في المباريات الأخيرة، فيعني كانت مباراة تقلق شوية، لكن الحمد لله رب العالمين تعاملنا معاها بشكل كويس، واللعيبة أدت بشكل كويس الحمد لله. كنا بنتكلم بعد مباراة الأهلي، وكنت قلت لك إنه اللعيبة حاسس إن هي بتلعب كرة كويسة، بس في توتر شوية في اللمسة الأخيرة، في الاستحواذ، في التمركزات. فوز زي ده يخلي اللعيبه فايقه شويه. والله الحمد لله، يعني بعد ماتش الاهلي اتكلمنا انا وانت، وقلت لك اللعيبه بس يعني نكسب بس، ويبقى مع الاداء الجيد اللي احنا بنعمله يبقى في نتيجه ايجابيه، وده هيخلي اللعيبه تلعب بشكل كويس. انا بقول يعني خد بالك دي خطوه كريم، لكن لسه كتير. ما 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 انا بقول نكسب بس مباراتين ثلاثه ورا بعض، صدقني اللعيبه دي نفسيا هتهدى وهتلعب كره تبقى الناس اتبسط منها، فيا رب ان شاء الله يبقى في كلامنا الصدق ان شاء الله، ونقدر نعمل المباريات اللي جايه بشكل كويس ونكسب بنتائج ايجابيه، عشان اللعيبه دي ترتاح وتادي يعني تادي كوره جماهير الاسماعيليه تتبسط منها والناس اللي بتحب النادي. النقطه الكام تطمن الاسماعيلي انه خلاص موجود في الدوري يا كابتن حمد؟ والله مش انا بنقول يعني حسابيا كده يا كريم، من نقطه 33 ل 35 ممكن تبقى مرتاح يعني. لكن هتبقى صعبه، يعني خد بالك انا قلت لغايه اخر الدوري هتبقى المباريات صعبه جدا، لان الفرق حتى اللي في اللي هي في الزون اللي تحت كلها قريبه من بعض، يعني مباريتين الناس اللي تحت تكسب والناس اللي فوق تتعطل شويه فتلاقي الناس جابتك، فلازم تبقى انت عندك عدد من المباريات اللي فيها نتائج ايجابيه عشان تقدر تروح في حته احسن في الجدول ان شاء الله. صحيح. كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلي، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى الفوز اليوم على فاركو بهدفين دون رد.